معانا النهارده الشيخ احمد علي، نورنا في مكاننا، فحبينا ناخد رايه في شويه حاجات مهمه. كنا حابين نسمع منه كده اول مره يعني ينبهر في عالم الروحانيات، ايه اكتر حاجه ابهرته؟ فحابين نسمع منه هو معانا، هو يتكلم عن نفسه. اتفضل يا استاذ. الصلاة والسلام على اشرف المرسلين، اما بعد، والله الموضوع كله مش في الروحانيات ذات نفسها، ولا الموضوع يعني موضوع روحانيات او موضوع تواصل ما بين العالم اللي هو طبعا زي ما احنا فاهمين عالم الروحانيات، هو اتصال بعالم تاني اللي هو العالم احنا بنسميه علم الباطنة. ففي ناس كتير مش فاهمة حاجة عن الموضوع ده، ودخلة في موضوع الروحانيات، ان الروحانيات دي موضوع خواتم او موضوع فضة او موضوع سبح او حاجات من دي. فالموضوع كله مش موضوع سبح او موضوع خواتم، بالعكس ده الموضوع موضوع اجتهاد، واجتهاد في القرآن الكريم، وان البني آدم كده كده خلق من طين، فالطين دي فيها روح. فطبعا البني آدم يعني الطين ربنا سبحانه عز وجل نفخ، أمر بالنفخ في الطين، فالطين اتحولت لبني آدم لإنسان، فأصبح لأي بني آدم في نبذة الروحانيات، والروحانيات مأخوذة من كلمة روح، والروح هنا المعنى في التواصل، وما هو التواصل؟ فهنا بنتكلم عن التواصل، ونتكلم عن الروحانيات، ونتكلم عن النورانيات، ونتكلم عن جميع الاستخدامات، وازاي نستخدم، وامتى نستخدم حاجة زي كده، وهل الاستخدامات دي فيها محرمات ام فيها شرك ام غير ذلك، والاتجاهات اللي هي عن طريق الفيس او عن طريق التيك توك او التكنولوجيا عامة او التواصل الاجتماعي فيها عامة يعني نبذة غير مختصرة، بالعكس نبذة بتتوي الناس، بتدخلها في أساليب شركية، بتدخلها في اتجاهات غير عادية، لأن إن لم يكن شيخك ارتفع علمك فلا علمك ارتفع، ولا فلا علمك نفع ولا جهلك ارتفع. فالموضوع هنا بيدور عن طريق شيخ، عن طريق توجيهات، عن طريق قراءة القرآن الكريم، عن طريق الاجتهاد في الذكر. فبسم الله الرحمن الرحيم نقدر نتكلم أول خطوة نتكلم فيها عن إزاي نستخدم التواصل أو الموضوع الروحاني بالقرآن الكريم. هنا بنقدر اللي احنا نقرأ القرآن بنية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الارتفاع ما بين الناس والمقامة العالية اللي احنا بنطلبها من ربنا عز وجل. فأصبح ان القرآن الكريم كل أحرف القرآن الكريم لها قادم، وليها ناس قاعدة بتذكر فقط لا غير، شغلهم الذكر، فإحنا بنشاركهم. فعندما تشارك العالم الآخر في الذكر فيتنزل الملائكة عليك حينما تذكر. فحينما تذكر بتذكر مين؟ هنا بتذكر الله عز وجل، ما بتذكرش جن أو بتذكر غيره أو غيره أو غيره أو بتستدعي غيره. فالموضوع هنا لما بتستخدم هنا الذكاء في إيه؟ اللي انت تستحي وانت بتشتغل، ايه هو الشغل عندك؟ انت عندك شغلك فريضة، ايه هو الفريضة؟ اصبح اللي احنا هنا تابعين، والتابعين اللي هم المسلمين، وتابعين التابعين تابعين سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سحر، وفك سحره بايه؟ بالرقية الشرعية. مين اللي نزل رآه؟ سيدنا جبريل. فهنا اصبح ان في سحر، وفي ناس ذكرت ان هي سحرت، وفي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فك سحره بايه؟ بالرقية الشرعية. اصبح اللي احنا الاستخدامات عندنا هنا كلها في الرقية الشرعية، ايات من القرآن الكريم، ما بنتبعش غيرها. ما ينفعش اللي احنا نخش في سلوك اللي هو سلوك جلب المال او غيره او غيره او غيره من الاساليب اللي احنا مش فاهمين اللي انت بتدعي مين او بتمجد مين، ولا عزب الله. فالموضوع كله هنا دخل في اساليب شركيه. هنا بيجي لك واحد، تعالى عم الشيخ انا عايز حاجه تجلب المال والحظ، وعايز حاجه مش عارف ايه. هنا ربنا ذكر في القران ايه؟ من يبعد عن مين؟ عن ذكري، فان له معيشه ايه؟ ضنقه، ونحشره يوم القيامه اعمى. فاصبح ان هنا الرزق بيد مين؟ بيد الله عز وجل.
مش بيد ولا جن ولا بيد شيخ ولا بيد خير، لان هو لو يقدر يفيدك كان افاد نفسه، لو يقدر يديك حاجه تفيد المال كان جابها لنفسه، ما كانش باعها لك، ما كانش اديها لك عن طريق العلم او الوهبه او الفلوس او غيره او غيره او غيره، لان دي حاجه من مميزاته فهيديها لك ليه؟ بيقول اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، الخواتم عامه، لبس الخواتم الرسول عليه الصلاه والسلام لبسه كما ذهب، يعني ما لبسوش عشان خاطر حاجه. وسيدنا سليمان موضوع تاني خالص، وسيدنا داود موضوع تاني خالص نهائي. الموضوع سيدنا سليمان لبسه ايه؟ هو سيدنا سليمان هو معاه خاتم يخص اللهم صل على سيدنا النبي، هو الملك لله عز وجل، بس ربنا اعطاه الملك والحكمة، يعني اعطاه ان هو يتحكم في الرياح، يتحكم في الجن والانس، ويتحكم في جميع المخلوقات بامر من مين؟ من الله عز وجل. انت مش سليمان. ولا انت سيدنا داود. انت هنا احنا بنتبع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. سيدنا محمد برضه ختم بخاتم للزنا فقط. وهنا حلل الله عز وجل، حلل الفضه للرجال والذهب للنساء، وحرم التشابه ما بين الاثنين، وحرم الذهب للرجال. انت واخد بال حضرتك؟ فاصبح ان هنا التعلق بالفضة عامة شيء للنزاهة فقط، مش شيء اللي هو فرض عليك، او شيء اللي هو مثلا ان انت هتلبس خاتم فيه فص عقيق محترم ما علينا بنوعه، سواء كان فيروز او عقيق سليماني او عقيق كبدي او 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 زمردة او غيره، او اعلى انواع العقيق او اقلها. الموضوع كله مالوش علاقة نهائي ما بينك كروحاني وما بين العين، ولا بهمز التواصل نهائي. الموضوع الاجتهاد بتبقى وهبة من عند ربنا عز وجل، ويا اللهم صل على سيدنا محمد، بيبقى معاك أحباب معاكش خدام. الموضوع كله فيه فرق كبير جدا، إن اللي أنت بتخدمهم اللي هم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودلوقتي هنستكمل مع الشيخ أحمد علي باقي فوائد الاحجار والاختتام بالفضه. طبعا الاختتام بالفضه للرجاله عن الذهب، طبعا لان الذهب محرم للرجاله. تمام. فالاختتام الاختتام تمام، الذهب للست والفضه للرجاله حاجه كده، لان ده مذكور في القران. والرسول صلى الله عليه وسلم اختتم بخاتم من فضه. طب لو طفل لسه مولود ولبسوه ذهب، ولد، وطبعا هو طفل فما يقدرش يعرف هو، بس هو الكبير يتحاسب، الكبير بقى اللي يتحاسب عليه لحد لما الولد يعمل بالتالي انت ما بتلبسوش ايه؟ ده. طب انت ذات نفسك هي فطره، بتلاقي نفسك جبت للطفل الصغير خاتم ذهب كهديه، واخد بال حضرتك؟ انت بترمز بيها كهديه، اللي هو ايه، حاجه هديه قيمه ثمينه. فالموضوع هنا لما بتيجي مثلا الطفل ده بيكبر، انت بالتالي ما بيلبسش الذهب، بيبقى عارف ان ده طبعا عارف ان هو حرام. فبالتالي بتبقى عاده سيئه وعاده مش تمام ومش كويسه، بيتحاسب عليها الكبير، لانه هو اللي بيبقى ايه، عود الطفل على ايه؟ على كده، على الفطره دي. انت واخد بال حضرتك؟ اما الفضه عامه ملهاش علاقه بالروحانيات، ولا ليها علاقه بالنظريات، ولا ليها علاقه بالعلاج، ولا بالمعالجين، ولا ليها علاقه بالكلام ده كله. الفضه ما هي الا حاجات بتبقى عن طريق مشايخ ليها شغل في، وما يتقالش عليهم مشايخ، ليهم شغل في شغلهم بايه، الحاجه دي بيديها لك كخدمه. ومعلش اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللي احنا نعرفه بالتالي، لان ربنا عز وجل احنا عرفوه بالايه؟ بالعقل. انت واخد بال حضرتك؟ فاصبح ان الخدمه انت لازم تخدمها عشان تخدمك، فانت هتأدلها ايه عشان تأدلك وبالك ايه؟ صح. وهتأدلك ايه؟ انت واخد بال حضرتك؟ ربنا عز وجل ما بي يعني التجاره مع الله عز وجل مش شرط بالمال، بل بالايه؟ بالذكر. انت ممكن هنا اللي انت في دماغك انت ممكن تعمله، بس بطريقه احسن وبطريقه ارقى وانزل،
ما فيهاش شرك ولا فيها اي موضوع ولا اي اسلوب يخرجك عن الدين بدون درايه، لان انت بتغوص في موضوع ومتاهات بتبقى انت غير يعني والله اعلم بتبقى يعني مش على علم بيها، انت واخد بالك؟ فاصبح اللهم صل على النبي، انت دلوقتي الاستخدامات بتاعتك كلها تبقى بالرقية الشرعية بالقرآن الكريم، لأن ربنا عز وجل نزل الآيات كلها فك السحر وغيره وغيره وإثبات السحر في القرآن الكريم، والرسول عليه الصلاة والسلام سحر، والجن ذكر في الإيه؟ في القرآن، وخدمته للإنسان ذكرت في القرآن، أنت واخد بال حضرتك؟ وكل ده ذكر في القرآن، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. المسألة هنا الشركية ان انت ممكن تغوص فيها برضو ذكرت ايه في القرآن، ان ربنا حذرك باللي انت تستدعي الجن وحذرك باللي انت تتعامل معهم، انت واخد بال حضرتك؟ فاصبح اللي التعامل هنا كله تعامل نوراني، اللي انت راجل تشتغل بالرقية الشرعية فقط لا غير، وان لازما ما تكونش بتستخدم التكنولوجيا او الفيس او التيك توك او الكلام ده وسائل للتعليم، لان التعليم عن الطرائق دي او عن الطرق دي بمعنى صح ما بتجيبش اساليب ايجابيه، بالعكس بتجيب يعني نتيجه سلبيه جدا، وبتجيب نتيجه يعني غير متوقعه، نتيجه ما بتقدمكش خطوه لقدام، بالعكس بتقدمك 20 لورا، يعني فيها موضوع تاخير غير اللي هو فيها شرك كبير لله عز وجل والعياذ بالله. ونقدر اللي احنا نحدد ازاي اللي احنا ما نتبعش الناس دي، ان نقدر اللي احنا نتجه للقرآن، لان كل واحد شيخ نفسه، اذا اتجهت للقرآن الكريم القرآن ربنا سبحانه وتعالى طلب اللي انت تعلم ابنك، تمام، وعلم هو مين ابنه، هو علم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، انت واخد بالك؟ ارسل له اللي يعلمه وارسل عليه اقرا، فاصبح الاعلام هنا بقى حاجه اساسيه اللي انت تعرف بقى، فاصبح اللي انت راجل متعلم تقدر تقرا القران الكريم، القران الكريم فيه دستور، فيه علاجك، فيه الخطه كلها بتاعه التجاره، فيه ان جميع النتائج اللي انت مستنيها من اي بني ادم مش هيقدر يوفيها لك، بالعكس ده ربنا يقدر يوفي لك، لانه هو الوحيد اللي يقدر يقول ايه للشيء كن فيكون. فاصبح اللي انت هنا لما بتيجي تستخدم مثلا استخدامات اللي هي وهميه او استخدامات غير عقليه او الكلام ده كله اللي احنا بنسمع عنه من مشاكل القلب والكلام ده، فده كله انا بسميه عالم المحظورات، لانه بيدخلك في وسائل شركيه، جميع الخطوات اللي فيها خطوات شركيه، جميع التعليم اللي بتتعلمه على ايد المشاكل دي كله تعليم بيبقى تعليم انا بسميه عالم المحظورات باجمعه، عن طريق بقى شمس المعارف، عن طريق اصول الحكم، علوم اصول الحكم، عن طريق غيره وغيره 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 وغيره، في مواضيع الناس مش واخده بالها منها. ربنا يمكن وهب ناس قبلك بحاجه زي كده، بس مش شرط ان الحاجه دي تبقى معاك انت او العلم ده يبقى ليك انت، ليه ناس وليه اختصاص، فما تدورش عليه، لان كل بني ادم ليه رزق وليه يعني انفاس معدوده، الانفاس دي اللي عايشها في الدنيا ربنا وحده عز وجل هو اللي عارف مقدار الانفاس دي قد ايه، وقتها قد ايه، وهتعيش امتى، وهتموت امتى، الكلام ده كله، وهتعمل ايه، فانت تسيبها على الله عز وجل، تعمل الفرائض اللي عليك، لان انت كبني ادم مسلم مفروض عليك الصيام، مفروض عليك الصلاه، مفروض عليك الزكاه، مفروض عليك الحج، انت واخد بال حضرتك؟ فاذا اتممت الفروض فخلاص هو ده المطلوب منك، هو ده اللي انت المفروض تاديه ربنا، هو ده العالم بتاعك اللي انت المفروض تاديه، برضو ربنا الزمك بالطاعه والزمك اللي انت تعيش في الحياه الدنيا، برضو ما الزمكش الطاعه بس، ولا قال لك لا انت هتقعد تدعي فقط لا غير، لا لا، قال لك عيش فيها واتجوز وي وي وي، وساب لك حاجات كتير في الدنيا من نعم وفضل من الله عز وجل، من تجاره وغيره وغيره، واكل وشرب وهكذا وهكذا، من الاشياء اللي احنا بنعيش فيها وبنعيش ليها، حتى ربنا عز وجل
حذرنا وقال لنا احنا بنعمل ايه. قال لك انتوا مين بتحبونا ايه؟ تحبون المال ايه؟ تحبون المال حبا جما، انت واخد بال حضرتك؟ فاصبح الموضوع هنا احنا هنا ايه؟ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ايه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه، كده انا مبسوط اهو ربنا اكرمني. فاما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزق، رزقك محدود، فيقول ربي اهانا. طب ايه؟ قال لك ربنا قال لك كلا بل لا تكرمون اليتيم، هنا في حاجه معطله الرزق. اه وتحضون على طعام المسكين ولا تحضون على طعام المسكين، هنا ما بتاكلش المسكين، ما بتاكل اليتيم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحبيب محمد. كده انت اليتيم بتاكله، المسكين اليتيم ما بتدوش، المسكين ما بتدوش. هنا ايه؟ وتاكلون التراث اكلا ايه؟ لما وتحبون المال حبا جما، انت واخد بال حضرتك؟ فاصبح اللي انت اتجاهاتك كلها فين؟ في الحياه الدنيا، مش باصص للاخره، مش باصص للموضوع الاساسي اللي انت دورك كده كده جاي عليه، ان هو انت راجل عايش كام يوم وهيعدوا. هتقابل مين؟ هتقابل ربنا. هتنزل فين؟ هتنزل الاب، انت واخد بال حضرتك؟ ففي الدنيا دي انت عمال بتعمل في محظورات وتدور على خدام وتدور على حاجات المفروض انت ما تدورش عليها. انت لو راجل ربنا وهبك بهبه هتفيد بيها الناس، انت واخد بال حضرتك؟ هتقدر تمشي على خطواتك المعينه اللي هي ربنا امر بيها ومكتوبه في القران. مش مطلوب منك ان انت ولا تعمل اجتهاد من دماغك ولا ان انت تلجا لحد، عشان ربنا ما فرضش عليك الموضوع ده كله، هو ربنا فرض عليك القران، فرض عليك ان انت تتعلم من القران. والحمد لله رب العالمين، وبنستعين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.